والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. على درس الرابع دوا باسي هندك شوين من كركا قردو رمير بيكو كوب بنوا هردو كان بمتصلي أتوان بيرين وأتوانين داني كان منفصل كين وإستسنابو لو قاعدة كلية كوتمان لشوين كإمكاني اتصال بحقي استفادة لرميري منفصل مانية يعني لو دو موردة على رغبي أويكا أتوانين استفادة لرميري متصل كين ولا رميري منفصل شتوانين. أما يعني بيت شواني أو قاعدة كإما دامانا وشوين كوا هيكا حتماً أقردو لميرك كوتنيك حتماً أبدأ نكال بمنفصلي بيرين أو إيش كوية لكاتي اتحادي الرتبة داية مثلاً دو لمير كوتونة تياك هردو كان بو متكلم يا هردو كان بو مخاطب يا هردو كان بو غائب لو كاتدا أبي حتماً إما أو دو لمير مثلاً داني كان منفصل كين بو يفرمي وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلة ولا كاتك ذاك رميرة كان اتحاد الرتبة يعني هيا هل كان متكلما يا مخاطبا يا غائبا إلزم فصلا فصل برازم بلازم يقرب ويكل رميرة كان. أما وقد يبيح الغيب فيه وصلة أما جاري وهي غائبون دو رميرة وصل لاتحاد الرتبة دا مباح ذاكا يعني بديارة أقر مكان لكات اتحاد الرتبة دولا ميركا هل كان متكلم بن يا هل كان مخاطب بن أو بقرار قطعي بالي يعني كان شيء منفصل بيري بلا ما قرهاته غائب أو يجي أصل وايا هر مثلا هر كان بمنفصلي داني كان بمنفصلي بيرين أما غائبونك هو كاريك بو أو كإيما وصل شتيابة جائز بزانين يعني هر دولا ميركا لقل أويك هل كان متصلين واتحاد الرتبة شيء كان بمتصلي بيرين باشا. أما كبمشي ويا أو جناب بو هرعوا بمطلقين يا أمشي عليه دوا يجتمع شاكن عليك مسلم مع اختلاف ما برام لقل واك اتحاد الرتبة عن هيا دبي اختلاف ما كان هبي يعني مثلا أدول ميلا درس هل كان غائبا يك كان مؤنث بي أوتري كان مذكر بي يك كان مثلا تسنية بي يك كان مفرد بي مثلا خلاصي لا عددها يا للجنساء اختلاف كان بينها الآواء أجر هردو كان مثلاً مفرد مذكر غائب مفرد مؤنث غائب تسني غائب يا داني هردو كان جمع بين يعني مثلاً جمع مذكر بين يا هردو كان جمع مؤنث بين أو كاتل وجد هر هناك وصل كدروزني أبي هرب منفصل بيريد حالي مع اختلاف مجهود وهي إدامية دين يعني أو مثلا أو إباحية كغائبوني لميرك باعيس بيك توهردو لميرك بمتصلي بيري باشا أو مباحبون عواب مطلقيني بلكم مع اختلاف ما أبي أو دو لمير غائبك كوتوني يكو هردو كان بيكون الشيء لجنسة يا لعدداء اختلاف ما يكان هبيف جايسة وفي اتحاد الرتبة وفي اتحام فاعل دي الرتبة المفاعل زم فصل مفعول يعني أوان مقطوعة وقد يبي مفاعل حل غيب في مستفعل هي وصل فعول جاور إذا اجتمع ضميراني أقردو دان ضمير كوبونو وكان منصوبيني وهردو ضمير كج منصوبون واتحدا في الرتبة وهردو كان الرتبة جدا يقبول كأن يكون لي متكلمين أو مخاطبين أو غائبين وأما دو لميرك بودو متكلمون يا بودو مخاطبون يا بودو غائبون لو كاتدا فإنه يلزم الفصل في أحدهما يعني حتما أبي فاصلة بخري ليك لو دو لمير دا يعني كان بمتصلي بيني وكان بمنفصلي فتقول أعطيتني إيايا وكبري خوم بخوم بخشي باشا إيسانات واني بجي أعطيتني ني أعوى هل كان هر دو لميري دون نوقعي ودو لميري متصل بيري يا أعطيته
أعطيتك إياك خوتم بخوت بخشي يا أعطيته إياها خوي بخوي بخشي إتو ولا يجوز اتصال ضميرين اتصال دو ضميرك أدرزني فلا تقول أعطيتني ني ولا أعطيتك كا ولا أعطيته هو بري نعم إن كان غائبين بري أقد ضميرك كان غائبا واختلف لفظهما وللفظ دو ضميرك اختلافك كان بلا جنسا يا لعددا فقد يتصلان او الرنج جارب جارب متصل بين وكو الزيداني الدرهم يا الدرهم اعطيتهما هو او دو زيد الدرهمك يعني دام بهردك يا يعني بدو زيدك او هما بو زيدك انا سيتو هي كش بو درهمك بردو دان غائب لرتبايك يا كن برام داني كان مسناي او تريان مفرده ودرس واليه اشار بقوله في الكافية وبهر بولا أو ما بس يعني بولا أو اختلافا إشارة كردن لقولي بقولي خويلة كافية ذاك ناوي كتابك كأوش مثلا هرب الشعر لوجع الوقت مع اختلاف ما ونحو ضمن ونحو ضمنت إياهم الأضل ضرورة تقتضت والشعر كلا كافية هرشوكو ألفية ويا برام لا ألفية لو ألفية ذاك إسائما إخواني نشرحية كي لواني ولي هر ايان ولا من هالشي جاري هر اوال سويتكا ولا معناها كم ولا قبيها او مع اختلاف ما مربوطه بن بحسي ايهما دادوا ايه والله هو نحو ضمينت اياهم الارو الضرورة تقتضت وما نندي ايرا مثلا كامكاني اتصال من هيا ولي الله ميرا كمان بمنفصلي هي ناوا ولو موارد استثنائي شنية او الضرورة لاختزاي كردوا يعني ضرورة الشعر داوا يكردوا كايهما مثلا أو إياهم الأرض لشركاء بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري أو لوا مثلا نري قد مثلا ما نتقد ضمنتهم وتمان ضمنت إياهم أو زرعة الشعر داوي كردوا إذا ما بس تكترك قبل ما بس يا بزراوي تائرة وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية يعني زور جار ثابت كرا أم الشعر لبعض النسخة كاني ألفية يا كم جار بغي ولي وليس منها لألفية وهي كافية وأشار بقوله ونحو ضمينت إلى آخر البيت ولا الشعر دوام آخر بيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورتان يعني آخر بيتك آخر شعرك إخوها ضمينت ونحو ضمينت دو وآخر أمجار إياهم الأرض وربما أثبت هذا الأونة وليس وأشار بقوله ونحو ضمينت إلى آخر البيت ولا آخر شعرك نا ضمينت تأقات آخر شعرك أو إشارك ربشي إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا ولا أمك هناني ضمير بمنفصلي في موضع لشوين يقداك يجب فيه اتصاله ضرورتان باشا أها بار ضرورة أو يعني أو أنيا إتيانك اسمي أنيا ضرورة خبرك يأتي أو تاني أو وأشار بقوله ونحو ضمينت جاء نحو ضمينت آخر شعرك إياهم الأرض ضرورة اقتضت إشارك الوجه أم إلى تعلق بسبب أشارك أم إلى دومنك إلى آخر بيتنا بلا أما كإتيان يعني هناني ضمير بمنفصلي لشوينيكا كليو دبي ضمير واجب متصل به جاء له شوناته بمنفصل بين أعوى ضرورة وقام شعرك أخوان دوبانا قبلا بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري وقد تقدم ذكر ذلك يعني ذكر أم شعرك زريا أما أوف إذا أم جارة دين سرع وكل قليه متكلمان معمولا نون وقائمة هي لهندي شوني ولهندي شوني شانية زياتر باسي أواك وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم على لبيج يي نفس يعني يي متكلم هو عقل لقال فعل به التزم نون وقاية بلازم جرها حتما شنون وقاية به ولي ليسيش بنظم درها وريا مثلا يوت ليسني عبيد نون وقاية مثلا ليس مثلا شاعر هو كاركي أو به كغير متصرفة أو كغير متصرفة مثلا زور
لفعليتها نماوة وكبرية ما اسم بآواية جال أبتها قاعد عند ببري ليسني أما لنزمة للشعراء ليسيجو تياغ يعني توبة دقمان ريكوتوا وقبليا مفاعل نفسي مع المفتعل فعلي التزم مستفعل نونوق مفتعل يتن ولي مفاعل سيقد نظم مستفعل أم أرى إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم أجل وصل باب فعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون البشوي لزوم بفعلك وأنوسي نوني كبوننا تسمى نون وقاية نون الوقاية بيال نون وقاية باش بو بيال نون وقاية والله وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر لبرأوية شنك فعل لكسر وباريزي آخر كسر بات وجبه علامة جرة نابي بفعله به مثلا نايسا كانيني علي باري نصرني يعني كومك ميكر أقل لسورتي كان مثلا ليوارا أو نون نوي نصرني آخري نصر مكسورة هذا نصري يعني آخري نصر مكسورة بكسر جابوا أبو أوي كآخري نصر يعني آخري فعلك كسر نقري أو نون يقايا ليوابي بقرباني خويشان تجير كسرك لبروي يعني قورتني في داكارية هو آخر كسر يعني شكست خويشان تبرش كستك نايرش كستك بفعلك بقى حالبي أبا أقر كسي قركيب في داكارك بل نون يقايا في أبي وذلك وأوش وكو أكرمني يكرمني أكرمني فرقنا فعلي مازي وملارع أمر همو أولو ناخر كان لكسر باريزي لسويتاش تي كتير علي ما سانسا كان أقر إما بيجن ضربني بنون كازا إما فعلي بلام أقر كابرا بنون كان الله بيجي ضربي أعوى بيجي ضرب ما نشانه هنوين شانه هنوين أو سبيا كي إتازي حالبي بوي يجن ضرب شانه هنويني سبي كولفت أعوى دي أمجارته فعلك اللي قال ضربك اللي يقوري أعوى اللي قال أو اسمع وجي قال له عيسى مثلا القرآن هيا هو ك خواهي قوري لزماني عزيزي مصر ودى سورة دا بشنكيك حرمتي يوسف بقري أري أكريمي مثواه وها أكريمي إسا أقر كسيك بمذكر يك بيجي أكريمني حرمتم لي أقري نونك نالي بيجي أكريمي أو بيا وازاني أوي بشن حساو كردو حالبي آخر أكريمي يعني ريز بقري مثلا أكريميني مثلا كابرا وزني أو أكريمي ريز بقرا ريز بقرا دي أري و توهين بيقع مثلا الله بجن حساو ميكرد حالبي رجع أكريمني كان يجي بري ولا لقال أوجدها وقد جاء حسفها مع ليس ولا شذوذا لقال أوداك أونون بيويستا برام حسف كشي لقال ليس بشعزيها توا كما قال الشاعر وك شاعر جديد شعير الله يقول عددت قومي كعديد التيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي يعني قومك يخو مجمارك كان يزور من كعديد وكو جماري تيس زيخي تشوب يعني أو شما كان يخيزي لي أو نزورو عالمي بأنازي أو أبو أماش كي أم جمارة مكر إذ ذهب القوم الكرام ليسي أو كاتيك قوم الرزدارك الرويش تنيا بو إسابو شيشون نازانم كحال يا نواب ليسي من يتكان ابو او عالم عينك الى حزقولك مش بحري رجزش عددت قوم فاعل ميك عدي مفتعل دي الطيسي مفعول يعني بحري رجزي بالي مقطوعه حاجه ما سابق شربو اسم بريني او من دبر خاتم كذا بزروت شعر ابي زروت به جات ما شاء نبوتي شازه بس اذ ذهب المفتعل قوم الكرام مستفعل مليسي فعول أقرأ سبتا أبو بيتا مليسني مفاعل ويترنق لياردي أين أخوة أوش زرد ندبو بلام رنق أقرأ بيتا لقوش على كاني تر نهاتات نو أين أقرأ سكان مليسني جبوتا أبو وشي أبو مفاعل وليس كان نونك هنا مليسي أو تفعول
واختلف في أفعال في التعجب. اختلاف علماء هي الأفعال تعجبة هل تلزمهن للوقاية أم لا؟ أن الوقاية لازمة يأنا. فتقول ما أفقرني إلى عفو الله، يعني زور عجائب اشتاق مني نياس كرده بعفو إخوة، يعني من زور احتياج بعفو إخوة يقولون أو احتياجهم هي احتياجكم لتعجب آية. إسا آية أكري إما بجي أفقرني بيجين أفقري وما أفقري إلى عفو الله وادياره هنديك بلازمي ان جراوتي انا شنو يقاي به هنديك شنو غركينيا جاء ام جرى اما ارى افقري وما افقري الى عفو الله ايش دارين اما لايكي ام ادرس عند من لا يلتزمها فيه دلا او كسي كنون يقاي بلازمنا زاني لفعل تعجبه والصحيح انها تلزم بلا صحيح لسر اويك لازمه او امر ابو حرف مشفع يعني تايس اما لفعلها وتمان حتمان قريكيتي اي تم ما قر فعلك فعلي غير متصرف به فقريكيني وكل ليسيش هاد الشعر هاتوا بوكا نوني وقاية لقلنا به وفعل تعجب اختلافها رنقبوا او نعموا بأسو اشتغلبت اوانا ريناك ويكا فاعلك يعني برين مفعول بقرنوني بيو بيو اماني ناباسي اوانا شي مترحك اينا اواني غير متصرف دينا سر حروف مشفع له حروف مشفع شش دانا أمشش حرف مشفع له بره مثلا ليتا أكثر وايا نوني وقايا بيا ويا قري ليتني كم تر وايا كسي بيجي ليتي باشا لعل ببيا شواني ليتا يعني كم تر وايا يكي بيجي لعلني هر يجن لعلي أو شوارا كيتر متكلم خوي مخيرة مثلا بيجي إني يا بيجي إنني كأني أبجى كأنني لكنني يا لكني أو القرآن هناك يا ابو يا وليتني فشا وليتي ندرا يعني ليتني بربلاوة واتا اقرب ليت ويي متكلم نوسا نوني وقايي هيا هو ببربلاوي ولي وليتي اقرب بين نوني وقايي بخيون وليتي ندرا ونادرا اي لقل على ومع لعل اعكس وام حالتك اسا كان باسمان كل قل على بيا شواني كرو يعني ليرة ليتني زوربو لويل علي زورة ليرة مثلا ليتي كمبو لويل علي زورة أوه. وكم مخيرة في الباقيات ماشا أما لبواقي حروف الشفع لا سوخد مخير به يتر أو ديت سر مواردك يتر مثلا لحرف ولا اسم أو أنا تآخرك إما فقد أو هنا آخرين شن زوربو من تاونا بتآخر يسا وليتي وليتني فشا وليتني مفاعل فشا ولي يبرى مفاعل باشا تي ندرا مفتعل ومع لعل مفاعل لعكس وكن مستفعل مخيرا مفاعل في الباقية مستفعل برجاء عليه ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف يعني لم دو شعر ده حكم نون وقاية باسكر ولا قل حروفة فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا فذكر ليت كردوه أو شيء ذكر كردوه كنون وقاية لو حذفناه ما قرب كمي ما قرب دقما وكو شعري أم شاعر أري كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي أما الأولى تمنى مزيد زيدا فلاقا أخا ثقة إذا اختلف العوالي كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه
وأفقدوا جل مالي وأفقدوها وتلي فيها ناو بلى أري أما كاتي الدرجيري بون أم مزيدة وتسي خوزا دسم جيري بولا زيد زاني دا شي فيها كم جاء وليك وقت كوتون تميداني درجيري كاري وابو مزيد لدسي زيد هلاتوا أري أها الشعركي أو بحوالقك تمنى مزيد زيدا يعني مثلا زيد بآواتي مزيد زيدي بآوات خواستو ألي بقى مزافة إلى نظر قرأ تمنى مزيد لقاء زيدين آوة لقاء إجارة من أي ملاقات من أي درقيرية حالبي توجبون لميدان شر زيد بآواتي خواستو كتوشي زي مزيد بآواتي خواستو كتوشي زيد ببيو لقال يا درقير ببيو فلاق ويكو درقير بو درقير درقير بو توش بو توشي كي بو أخاسي قتين توشي براي متمانة بو يعني براي أكا متمانة بي أكري لكسيق نيكا تو بتواني متمانة بي أكري يعني بو أو ببي متمانة بي أكري بي ألم أخاسي قا يا أخو ثيقا يعني أو نجي متمانة وك براي متمانة وايا أوا هر وكو أواش مثلا كسي سميالي زلبي ألم مثلا أبو شارب يا ريشي زلبي أرين أبو لحية أني ملازم يديك أخاسي قيش بكسي كجي متمانة بس أو توشي أخاسي قكبو أخاسي قيقبو كزيدك يا لكوا توشي بو يا بارد إذا اختلف العوالي أو كاتي كنيزا كان روبرو يقويسان إذا شرطية نية معناه ما زيادة يعني أو كاتي كنيزا كان روبرو يقويسان يعني ميداني درجيري عوالي جمع عالية لرب من أين يزكانا اختلف العوالي أخرى قدو ترف بران بربيك بيوسن نيزي أم ينرو أكاتا أو نيزي أم ينرو أكاتا أم نيزكان باختلاف يعني مثلا قش ينرو يعني نكرة لا يكو أو حربي جاء يعني وقت درقيري شروع بو منظور لا هنا يعني زماني كدرقيريك شروع بو بلي أو ملاقاتي أخاسي قي خويكر جاء أم جار أم آواتك كذي مزيد خواستي كمنية جابرين يعني خوزقكي أويش وكو خوزقكي جابر وابو كجابر أيوشي إذ قال ليتي أو كاتك أو أيود ليتي خوزق من أصادفه توشي زيد بو مايو وأفقد جل مالي وأتلف جل مالي ومهمترين مالي خوم لبين برده يعني بمكشتايو مثلا أعزم زورينا يا قرنترين مالي خوم أموالك إسا الزمينة أسبه هرشي هيا وشترى بمدالة ديكا أو جوايا ودكشي أو جوينة شوصر جاهنا كي أم جوغا ودرشو أو إسا كمنية جا مفاعلة برين إذ قام فاعل لليتي فعول يعني بحري وافري معصوب مقطوفة أصادفه مفاعلة وأفقد يا وأتلف وأتلف جل هتاء ببرو يا وأفقد جل مفاعلة لمالي فعول تخوت تواني أو داني تريشة تمنى مزيد اشتقفعك أما شاعرية مثلا أو ليتية قاعدا كليتني دوتري أم ليتي وتأم شاعرة والكثير في لسان العربي برام أوي كزور الأزماني عربا شيا ثبوتها أنا ثابت بوني نونكيا ورد القرآن وبه ورد القرآن يعني هربو ثبوتي نونا قرآن جاتوا هربو واتب بينون قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم خزق من لقل يا أبواتم إتنى لهيش كويك قرآن أتيان يا ليتني ميت قبل هذا يا ليتني كنت ترابا لشوينك أتيان يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا لشوينك أتيان يبلا يا ليتي حرب أي لعل وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت يعني مسلم يذكر كلعل بعكس ليت ويا فالفصيح تجريدها من النون فصيح ويا كروتي كيت ولا نون كقوله تعالى حكاية عن فرعون كفرعون أيود لعلي أبلغ الأسباب يعني شايد من هو كاركان بدس بينهم يعني هو كاركان أسباب السماواتي هو كاركاني شون بو آسمان بدز بيانو كواتا لو اختيو آواتي مروف أو بو كبشة آسمانكا حالوي
تعصري اما جاب بديهاته هيج بدوني لو بريش بديهات به لواني مثلا تمدن قال يقبو به او تمدن انا انقراضيان بسر هات به سرد المدسي سري هلدا به اتو او مثلا شو نوار كونانا ابيني مثلا كولكي بردين يان دروس كردوا بيشاش بيترابو حواو لسر اوي سر كولك يان دانا او سر كولا برديني اويش بردك يا مثلا تاشيو ناوي نتا اوي بيري لي اكيت هو بفنجان فريج ناشين بو اوي اما كاري بشرني يا شو نتسر شي بردو يا نبو اوي در اكويك او كاتانا تمدني كان بو امكاناتي كان بو كاري بيجي بجي كرزو ما نعرف كاري جن اكثر فنلاني بدون تنزل وسقيل الدنيا وشارس جيب جينا امكان اذاني شونا باش ابابا جرو سقيله تواني سبيكا بلا مزاني شونا اگر مثلا جنوكش بو بي او جنوكش اسا اگر شي مثلا كاتي خوي او حضرت سليمان بقى وجي خوي جاي ولا روان لكانالي وحي وامانه وابوه بو بياكي وحضرت سليمان خوي يقول او كاري كردوا بلا مكري اما بخشك للتمدن بي لكاتي خويا اوش كم مثلا خلق بقاته او جيجي خلق لجنوكه ورقري وكاري بيبكا وامانه اوش خوي نوعك تمدنو بيشكوتنا بلان بدوري ازانم او بيه او نيا شن اوي كخواي قورا جنوكي بو مسخر بيه حزث ليمانه تيانيا مثلا ايمانه كبو بيغمبراني تلخواي قورا او كاري كردبي جارن قب بشر خوان شعوريان بوشتانه شكابي او اخت اوشتانه ككريانه كرسو وسيليا نربو بو انجامي اوانه بيه وسيله نعتواني واوشتانه بكن جاء استا بل او شيء منظور او خصي فرعونيه اوي لعلي ابلغ الاسباب نبو موسى باسي رب العالمين يكر او اخت اوي شيء وما رب العالمين وتو والله شي باسي شي يكر رب العالمين شي او اخت ايت امجر زاني بو ورده ورده موسى سركوتن بدس ديني ونخي رب العالمين كي او لواشي حق بيه باشا امفشيا اوي لعلي ابلغ الاسباب خوز قبل أسباب كان بدس بينا يعني جاد ويا والد ويا ما فرمي أسباب السماواتي أسباب السماوات بو أويك من بمزان يا بزانم اتلاع بياك بزانم خواي موسى شيكا إلى إلهي موسى والله ما موسى وانيك أو نبو كهدفي ويبا اشتكى بقى أروني الله يا همان بليني صرع اللي يبلغ الأسباب على طيني بعما يكدا مثلا هر اوقات خو شش زودك لو كنت شروه نعم شو صار ثمانية صار كبزام رازلك بلى نا عرضي له الفرين بوا هيج بدوري مزانا أما عواتي بشرة كما سمعتي وبرحل سائمة أملا علية خوي جورني فرم ولا علني كجرته ويقل ثبوت النوني وكما مثلا ريا كبير جار بجارين نونا كسابد ولا كما نونا كببي كقول شاعر قال فقلت أعيران القدوم لعلني أحط بها قبرا لأبيض ماجدي على وتم أعيراني لقل دون فرق سياتي أعيراني القدومة قدوم تشوية ويكداري بيتاش النجار وتم تشوية كم بنية بخواست مني بعارية أو تشوية بنية لعلني شايد من أحط بها بتاشم بها بو قدوم بو تشوية قبرا قبر يقبتاشم قبر يعني تابوت تابوت يقبتاشم يا كيلال بوشم شيرس فيا بزرقواركم قوركم يعني الرزدار منذور بقوري رزداركم كخوش يبي مثلا قبري بو إنكا يعني بكو جمو بالحال تابوت تابوت دروس كم بو تشوية واني واي كجم بخم تابوتكم يعني خير كلانه كي بو دروس كم بتشويك لدار كلانه كي بو دروس كم شو بشارك بخمنا أحطوه يا أخطوه أو اشتباه بما بهر أحطوه بنا تعشينا حط لو أنا خطيش به إيش بدوري مزانا خطيش رو كيشاندنا هل كاندنا إيش هل رشا أخطوه أي أنحتو أنحيتو يعني هل كان بها تنظر وأصل الخطي من قولهم خط بأسبوعه في الرمل وني أواقام كيف يعني هاي تشاويكا رأي مش أواخيتو الكيكا تشاويكا بالي فقلت أعي أمش دواري أعي فقلت فقلت فعول
أعيراني ماذا أفعل؟ أعيراني المفاعيل قدو مفعول لعل البحر طويل أما جاء أمجا ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات فاشن واشب ما ذكر كركة ولا باقية كان حروف شفعلا اختيار بأخوتها أي في باقي أخواتي ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني أني وأنني كأني وكأنني لكني ولكنني لكني ولكنني أو. أنجا دواء أودي تسر أوانيتين بل يا الله زورش من زورش من بل جاء وكوتي في الباقيات واضطرارا خففا يعني لبر ضرورة شعر تخفيف يندابا مني وبعني أخي ميني حرفي جر أقر مجرورة كي يبيه نوني وقايا أقر يمين مني دي دغمي كلمة مني عني جبت عني أبا هروابي برام لبر ضرورة شعر جاري وآيا بتخفيفه ميني وعني عن خيانته أهو حارب بالي والترارا والترا أوشي تي تي والترا مفاعل أهو رن خفف مستفعل مني وعن مستفعل داي ني بعض من مستفعل قد سلف يعني وانيك لو بروشتن مفتعل أو جاري ثم ذكر ذكر يذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقايتي من وعن نون الوقايان لازمها فتقول مني وعني بالتشديد ولي ومنهم من يحذف النون أما هي نونك حسفك فيقول يجب مني وعني بالتخفيف وهو شاذ هو شاذ قال الشاعر شاعرتي أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني بل أي كسيك لم نولوان دا برسي نا من قيسيمو نا قيسيج لمنا نا قيس لمنا دينمني لقيسم يعني هيش مالا هيش مالا بل لست من قيس ولا قيس مني إساء ما أي يهسى فاعلات إلو عنهم فاعلات وعني فاعل يعني بحر الرمل فاعلاتك أولي سالمة فاعلات دومي فاعلات ألفك حذف بوا ألفي فا وتفاعلا فاعلات جا حذف ألف لوا خبني ومخبون سهما كما مثلا فاعلات فاعلات السهم ألفك حذف بوا وتفاعلات لآخر جتنك حذف بوا إسقاط كراك بويش لن حذف لإصلاحي عروزة كواتا أبيت بحر الرمل مخبوني محذوف لست من قي مفاعي نا بخشى لست من قي فاعلات سن ولا قي فاعلات يكترى سميني سميني فاعل أم يكيان فاعلاتك فاعلني ماوى حاربي يعني هم خبني تياكراوى هم حسفيش أبيت شي أبيت بحري رملي مخبوني محذوف أمجر وفي لدني قل وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي لدن لدني متكلم في وني واختوا أيضا لدني أما لدني جاوتني ولا كما عارف برا يعني أكثر ويا نوني وقاية في ويا وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي حذف بونوني وقاية كجاري ويا أوج وفاك يعني أوج ديتا دي حذف ديتا دي هر علينا مثلا نون يقاك علينا قدي قطي أواج وفي لدن مفاعل ني لدني مفتعل قل وفي مفتعل قدني وقد مستفعل ني الحذف أي مستفعل ظن قد يفي مستفعل هو مشرع دومي بس سالمي ما جاء عليه أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات نوني الشريبة مكروب ولا فصيح وياك لدني دانون كبير لنوا كقول تعالى قد بلغت من لدني عذرا يعني أوتول لا ينمنوا باشا عذري خود بدث هنا يعني قيشتي تم مرحلة عذري أوك إيتل منت وعن من لقلتو إدامة بسفرك بدم كوا خواهي قولي لزماني حزتي خضر وبرامر بحزتي موسى سلامي خواهي لسربي إيجارته من لدني عذر
ويقل حذفها، وكما حذفك كقراءة من قرأ من لدني، يعني اللي واخذ من لدني شاخذ بالتخفيف. والكثير في قد وقط ثبوت النون، كثير لقد وقطا ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف. وكوشي قدي وقطي، قطي وقضي يعني شيء، قدي وقطي أي حسبي يعني بسمة. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله، يعني حذف إثبات كوبوتو لقول أم شاعرك عليه قدنية، يعني أو يي قدنينية فتحي بري لبروث شعرك. البتهر قاعدة شهر درسته ولي لواي مناتهم بساكني بيخونه قدنية من نصر الخبيبيني قدي ليس لي مام بالشحيح الملحدي بس منا باشا لنصر أودو خبيبة قدي بسمة أوى يعني أوك أودو دو خبيبنا و هردو كان كومك مكان يتبوشي ملا وزياتر ليس الإمام بالشحيح الملحدي خو إمامش شحيح ملحد نيا يعني بلا بلا شحيح به تشروك به دستي بالأرزي ونبخشي ملحد بلا الريقة ترازابه ولا يدابه أوج نيا قركيتي بلا من أودو خبيبة أو كومك مكان باش مكا لقل أويش إمامش شحيح ملحد نية دسي بالأرض أوي قال درزي مشتي هالنواري أويش سخيه وبش مدا أويش حالبي بس بك مناك ولا كله قركيتي وابيجي بحري الرجزة جائسة أها قد نية بالي لقل بكردي بوها اشتيخ راوبو قد نية يعني هر نية حالبي ولي بلايبها أو معناه ويا كفايات متى بسمة جائسة أم يكيانا نوني وقايقي بيوا ناوا ولي ببينوني شرينا دي ها قدي نوني وقايقي بيوا نيا حربي فس هل كان لواكوا بوتو يعني بو هدو كان لما بشاهيد تو أتو أني بلا أمشي عربا بويا هنا وكا شاهيدي أويا كنوني وقايا با يي متكلمة ويا لقال قدا وأشتواني بلاي بينوني وقايا هاتوا هدو شاهيد أبو هدو كيان موافق من إن شاء الله قد نية من نصر الخبيبيني قد نية